نحن مستمرين يعني نحكي عن واقع الدراما السورية وخصيصا برمضان، وهذا رح نشوف في الصحافة شو رأي الصحافة الفنية بهذا الموضوع من خلال استضافتنا للصحفي المختص بالشأن الفني خلدون عليا، صار معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك أستاذ خلدون. أهلا وسهلا فيكم. يسعد أوقاتك أستاذ. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. يعني نحن بحاجة هلأ لنسمع صوت مختلف شوي من ضمن البيئة الفنية السورية لحتى نحاول نحلل ربما أو نعطي شوية تلميحات على مستقبل هاي الدراما يلي المشاهد للأسف عم يشعر أحيانا إن هي بخطر. فرأيك بالموسم الدرامي لهالسنة، كيف بتشوف بشكل عام الأعمال السورية؟ أول شيء رمضان كريم على الجميع وتنعاد عليكم رمضان كريم بالخير وعلى العالم أجمع. الحقيقة الموسم الدرامي هاي السنة فينا نسميه كارثي للأسف. نحن أمام دراما فاقدة يعني فاقدة لكيان الحقيقي، فاقدة لمقومات الصناعة الحقيقية. في يوم من الأيام كانت الدراما السورية مرجعية للدراما العربية، الآن أصبحنا نبحث عن محطة تشتري عمل سوري. الأمر مرتبط بشكل أو بآخر بتراجع جودة هذا المنتج. يعني اليوم الدراما رح نحكي بكل بساطة هي مادة استهلاكية فنية. اليوم أي حدا بيروح يشتري قطعة بيلاقي قطعة أحسن منها حتى لو كان السعر أغلى، بيروح بيشتري هاي القطعة. والمادة الفنية هي منتج استهلاكي، المادة التلفزيونية تحديدا صحيح هي منتج استهلاكي. يعني اليوم أنا ما عم بحكي عن سينما أو ما عم بحكي عن مسرح تروح تحضري تختاري النوعية الأفضل وبتحضريها. اليوم المنتج الاستهلاكي التلفزيوني هو الناس، يعني المحطات تشتري لتجذب الناس للمشاهدة. اليوم العمل السوري عم يفتقد هاي المتعة اللي كان يتمتع فيها، بيفتقد هاي مع كل أسف الحالة اللي كان يتمتع فيها العمل السوري. أسباب كثيرة بترجع لهذا الموضوع، يعني في ألف سبب وسبب. نحن بحاجة لجهود الكل بدءا من أصغر فني للمخرجين للمنتجين للكتاب للممثلين لإعادة القلق لهي الدراما السورية. بالإضافة أنا سابقا كتبت بصحيفة الوطن السورية مقال أنه الدعم الحكومي هو الأساس بإعادة قلق هي الصناعة. طيب في مفارقة أستاذ خلدون بدي أسألك عنها. دائما منقول أنه المسلسل الفلاني بنسأل شو رأيك بالمسلسل الفلاني فبيقلك أنه بينتقده، ولكن بتروح بتشوف الريت تبع هذا المسلسل بتلاقيه من أكثر المسلسلات مشاهدة، فكيف تفسر لنا هي الظاهرة؟ يعني الموضوع الاختلاف الجماهيري والنقدي هذا يعني مثال باب الحارة، قديش إجى عليه انتقادات الناس عم تتابعه. اختلاف التقييم الجماهيري والنقدي في بعض المطارح لا يعني أنه هناك اختلاف مطلق بين النقاد والجماهير. يعني قد ما يراه الناقد لا يراه الجمهور، وأحيانا ما يراه الجمهور لا يراه الناقد. بصراحة هذا الموضوع مرتبط بشكل أو بآخر بنوعية المتعة. يعني نحن وقت صنعنا الفصول الأربعة كان عمل للتسلية وعمل ضجة كبيرة بالوطن العربي. بس ما نصنع مسلسل للتسلية يكون استهتار واستخفاف بقيمة واسم الدراما السورية، لأنه هي القيمة والاسم انبنوا عبر تراكم سنوات طويلة. نحن بحاجة لجهد مرعب الآن لإعادة وضع ما كنا عليه. اليوم حتى القيم الفنية اختلفت. اليوم يعني أنا بالفترة الأخيرة عم أقول إنه اليوم أنا إذا بدي أعمل مسلسل كمنتج، اليوم النجم أولاً المنتج غير يعني خلينا نقول ما نفكر بالدرجة القصوى بأهمية العمل اللي عم يعمله. اثنين، النجم اليوم اللي بتشوفي صارت دراما النجم الأوحد. بالمناسبة الدراما المصرية وقت تراجعت من حوالي 10 أو 12 سنة أو أكثر شوي وقت اللي طلعت الدراما السورية كتير، كان السبب هو دراما النجم الأوحد. يعني أنا اليوم جيب ما رح أذكر أسماء مشان ما يزعلوا منا الشباب رفقاتنا، جيب خلدون عليا بقول له بدي أنت بدك تكون بطل المسلسل، أوكي. بيجي خلدون بيقول لا بدي معي هاي، لا لازم نجيب المخرج الفلاني، هذا المصور بلا هذا. فبالنهاية مين طلع الكاست كله؟ خلدون نجم. صحيح. يعني هي مصيبة بصناعة الدراما اليوم. المخرجين المتحكمين شوي بمسلسلاتهم هن قلائل. طرحنا قبل شوي على المخرجة رشا شربتجي سؤال عن الأعمال المشتركة ورأيها فيها، تكرار القصص أحيانا خلوها من المضمون وتكرار الثنائيات، فحابين نسمع رأيك بهالموضوع. أنا برأيي الدراما المشتركة هي حالة، يعني هي بدك تقولي يعني
هي نوع من انواع هذا التطور الدرامي، يعني خلينا نسميها بتمر بحاله. ولكن انا برايي البقاء الان للدراما الانسب، يعني الدراما المشتركه بالعكس انا من وجهه نظري الشخصيه هي دراما مهمه، ولكن بشرط ان تحقق شروطها. يعني انا اليوم ما فيني مثلا اجي بس والله مش عن دراما مشتركه، انا اقول فلان عمله سوري، فلان لبناني، فلان مصري، فلان اردني، فلان. هذا للاسف عم يكون تركيبه او خلطه غير مفهومه. هي التيمه اللي هي هلا دارجه سوري مع لبنانيه، هي التيمه الاكثر رواجا، نجم سوري مع ممثل لبناني. عذرا للمقاطعه، نحن بدنا نختم مع حضرتك باخر سؤال لضيق الوقت. يعني نحن متفقين على انه الدراما السوريه حاليا هي بادنى مستوياتها وايضا بنفق مظلم، باستثناء بعض الطفرات اللي عم تطلع وتلاقي جماهيريه. طيب برايك لكونك قريب من الوسط يعني ومقيم لكل الامور، كيف ممكن تطلع الدراما السوريه من هذا النفق المظلم؟ شو الحل برايك الشخصي؟ الحل انا يعني برايي هو اجتماع صناع هاي الدراما، توفير شروط افضل لصناعتها. والاهم انا برايي القرار، يعني القرار الاساسي ينطلق من صناع هاي الدراما كمنتجين وكمخرجين. لا تقلي عمل ما بينباع. اليوم العمل المهم اللي فيه جوده انتاج عاليه مع ممثلين مهمين بينباع. هذا كلام بنسبه 60% هو دقيق. اثنين، دعم حكومي لا محدود لهي الصناعة، لأنه صناعة الدراما هي أهم صناعة حاليا، خلينا نسميها بالاقتصاد السوري. الدراما اليوم هي جزء من الاقتصاد قولا واحدا، هي بتشغل عمالة كثير، هي مادة تصديرية مهمة، بنفس الوقت هي نوع من أنواع الصناعة اللي أنت بتتفوق فيها كبلد، أنت كنت تصدر مادة فنية ممتازة جدا. وبالتالي نحن بحاجة إلى دعم حكومي كبير جدا، توفير جميع وكل اجراءات اللي بتسهل عمليه الصناعه والامانه للدعم الحكومي بشكل او باخر. هذا الشيء بنتمناه من كل قلبنا يعني استاذ خلدون، ومنضم صوتنا لصوتك، لانه نحن بحاجه لنرجع صناعه الدراما للمكان اللي كنا نحن فعلا يعني بنتفاخر فيها على مستوى الوطن العربي، لما بنقدم بلهجتنا السوريه اعمالنا وافكارنا ومجتمعنا، وبتلاقي الصدى والمحبه بكل بلدان الوطن العربي. شكرا كثير لك على هالمداخله، وبنتمنى فعلا كل التوفيق لهالدراما ابراهيم. اكيد اكيد، شكرا لك استاذ خلدون علي، الصحفي المختص بالشان الفني، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.